ايه مثلا ايه؟ صوتنا من يرموك جنبينا هنا. تمام. ولادك الزبون في المحل اللي جنبك. انتوا خطفتوهم وكسبتوهم. بس تاني. سلمنا والله. والله. كنا سلمنا على المحاسن. سلمنا على المحاسن. الكيف؟ الكيف. انت عامل ايه بالمسافر؟ فاهم يا واد دول سنين في ورقه كده في كل حاجه. هو شايله على كيفه كده. هو قال هو 500 دي لعيبه. هو لا لا قال لك انا لما بتكلم معاه بجد انا وشابوري واقفين هنا بتكلم معاه بجد بقول له عم حسن تدي فعلا وتستمتع قال لي احسن من مره ابص له كده بيتكلم من قلبه يا احمد فعلا بجد اقسم بالله يقول لك استمتاع احسن من مره انا استمتاع يا جدع انت بتتكلم فيه ده ما فيش مره تانيه لا لا ما فيش حد والله عليه ما فيش مره تانيه متجوز اثنين وعندي بنت تلاته. لا بتجوز وحتى لو اتجوز العشرة اهو. وعنده والله. لا مش اكتر منهم في الكويت يعني. والله العظيم يا احمد اللي كان سنه في الكويت 24 ولا 25 بنت شمال دي والله هي لا يا ابو عبد انا بنت كتير.